أما الشروق فكتبت على لسان الاتحاد الأوروبي أنه تم الموافقة بالفعل على خفض نسبة فحص شحنات العنب المصري. الرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بيقول أن البرنامج الجديد اللي طبقته وزارة الزراعة على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية أثبت فعاليته، والدليل على كده قيام 3 دول خليجية برفع الحظر على الصادرات المصرية.